في يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول عام 2018، أدرجت نيابة روما 5 أشخاص من الأمن الوطني المصري كمتهمين في القضية. وكان في حيثيات القرار أن النيابة الإيطالية قد استقر لديها ما يكفي من الأدلة التي تدعم توجيه الاتهام لكل من: أولاً، طارق صابر يحمل هوية عسكرية رقم 291/1984/19 برتبة لواء في الأمن الوطني. ثانياً، آسر كامل محمد إبراهيم يحمل هوية عسكرية رقم 89/5، وهو عقيد حالياً ويعمل مديراً لإدارة التفتيش في مديرية الأمن بمحافظة الوادي الجديد، وكان يعمل حينها كمدير للبحث الجنائي في القاهرة. ثالثاً، حسام حلمي يحمل بطاقة عسكرية رقم 270/1990، لا يزال في الخدمة لدى إدارة الهجرة والجوازات، وكان حينها تابعاً لجهاز الأمن الوطني. رابعاً، مجدي إبراهيم عبد العال شريف لا يزال في الخدمة لدى جهاز الأمن الوطني. خامساً، محمود نجم يحمل بطاقة عسكرية رقم 71/1946، ضابط في الخدمة لدى إدارة الأمن الوطني في الجيزة. وفي هذا الإطار حصل فريق التحقيق بالتلفزيون العربي على الاستجواب الذي أجرته نيابة روما بالاشتراك مع النيابة العامة المصرية، مع كل من الضابط شريف مجدي إبراهيم واللواء طارق صابر، الضابطين بالأمن الوطني المصري، واللذين توليا مهمة تتبع ريجيني بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله. إنه في يوم 19 مايو/2016، وفي تمام الساعة 11:30 في مكتب النائب العام، حيث تم تحديد الموعد المحدد لسؤال الضابط شريف مجدي عبد العال من قطاع الأمن الوطني في القضية رقم 643 من العام الإداري 2016 لمدينة 6 أكتوبر. وما هو الاستنتاج الذي أبلغكم به المدعو محمد عبد الله بعد لقائه مع المواطن الإيطالي جوليو ريجيني؟ أخبرني محمد عبد الله أنه التقى جوليو ريجيني في وسط المدينة، وأنه جلس معه في أحد المقاهي هناك، وأنه طلب منه المشاركة في مسابقة بحثية حول أوضاع الباعة المتجولين في مصر، وأن يعرض البحث على إحدى الجامعات الإنجليزية، وأنه سوف يحصل أفضل بحث على جائزة قدرها 10,000 جنيه. طلب ريجيني من محمد عبد الله الدخول في المسابقة. متى قدمت نتائج مراقبتك على الضحية جوليو ريجيني؟ قدمت مذكرة تحتوي على نتيجة الفحص الذي تم إجراؤه للبلاغ في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول من العام 2015، أي مباشرة بعد اللقاء الثاني بين محمد عبد الله وجوليو ريجيني. ما النتيجة التي توصلت لها بعد عملية المتابعة للضحية جوليو ريجيني؟ عقب اجتماعين عقدهما محمد عبد الله وجوليو ريجيني في ديسمبر كانون الأول من عام 2015، تأكدت من عدم وجود أي نشاط سلبي من جانب الإيطالي. في ظل رفض الإيطالي إعطاء المال لمحمد عبد الله، إضافة إلى موضوع جائزة المسابقة إذا فاز بها، رغم إصرار محمد عبد الله على طلب المال لما زعم من صعوبات مالية. ألم تجري أي تحقيق مع الضحية جوليو ريجيني؟ لا، لم يكن هناك تحقيق ميداني. مصدر معلوماتي الوحيد كان هو محمد عبد الله.